أحسن الله إليك. يقول السائل: ما الحكم إذا رأى الهلال شخص ولكنه لم يتمكن من إبلاغ الجهات المختصة بذلك ولم يصم الناس، ثم علم الناس أن اليوم الذي أفطروه من رمضان، فما العمل؟ إذا لم يعلم الناس إلا بعد طلوع الفجر برؤية الهلال فإنهم يمسكون بقية اليوم ويقضونه بعد رمضان، لأنهم لم يصوموه كاملا. والذي رأى الهلال لا يصوم إلا مع الناس، ما ينفرد مع ينفرد يصوم وحده، لا، يصوم مع الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون. هذا فيه نهي عن الشذوذ والانفراد عن المسلمين. نعم.